تحول هذا المبنى المدرسي إلى سكن مؤقت مشترك لعائشة وعشرات الأسر بعد أن غمرت المياه مساكنهم، لكنها تتحدى الظروف لمواصلة مشروعها الصغير الذي هو مصدر الدخل الرئيسي الذي تعيل به عائلتها. هنا الدار طبعا مثلنا كنت يلم لين يجي السحاب نقرفوا الليل ونقرفوا النهار، والفراش طبعا نطويناه كامل. لين فتحت المدرسة جينا حد يقدر يرحلنا يعدلها لنا، ما يقدر يرحلنا مولي رام فيهم لنا. عندي الطابلة ظهرا لا مرة نعدل الطابلة ونجيب عاش من الحوت نقليه فريت إن شاء الله وينباع. أضرار السيول التي خلفتها الأمطار تسببت في نزوح آلاف الأسر التي تحتاج منازلها للترميم، ويطالبون ببدائل لواقع يتجدد مع كل موسم خريف، لكنه هذه المرة كان الأسوأ. نحن في هاي المدرسة الطاهر أحمد في 140 رقاش، وجينا عن جارنا قالوا أن الليل محامج الماء واللي منا قام سيكي ما كان عنده جار كان الليكير، وأنا قاعد يعولهم الحمد لله. نباتهم ونقيلهم نصفحهم ونمساوهم سمعتي، وحالتنا ذي هي وطالب من دولتنا اللي تعرف النش سمعتي، النمروات ما نم عندن والديار ما نم عندن ونحن اللي عشنا ما خالق مولان. الحكومة باشرت التدخل لإيواء المتضررين داخل المدارس، وتقول إنها عاكفة على إيجاد حلول نهائية في أسرع الآجال. التحويلات المالية استفادت منها الأسر الأكثر تضرر من الأمطار الأخيرة على مستوى ولايات نواكشوط الثلاثة، استفادت من هذه العملية 3000 أسرة. فم تفكير على أن هذه الأسر تدرس الحكومة تقدم لها حلول إن شاء الله تعالى دائمة مستقبلا، منها على أنهم مثلا يجبر لهم السكن لا يقف بليدات كتعود ما تأثر بالسحاب. وبلغ عدد المتضررين من الأمطار على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث نحو 3000 أسرة، أغلبها تم إيواؤهم في مدارس العاصمة. أضرار مادية وبشرية خلفتها الأمطار هذا العام فرضت على السلطات الموريتانية اتخاذ إجراءات جديدة للتعاطي مع أزمة التغيرات المناخية التي ضربت العاصمة بقوة وشردت بعض سكان أحيائها. طيب الغوث الحرة نواكشوط.